أتمنى تكونين هديتي عشان نقدر نتفاهم. أنا أسفة على اللي صار أمس. بصراحة نفسيتي كانت مرة تعبانة. وأنا يعني ما عرفت. مو مشكلة. الحين أنا بيعرف. أنت ليش مقدم استقالتك؟ بصراحة ما تقدر تنجح بشيء وتبدع فيه وانت عارف ان اصحاب المكان مو راضين على وجودك. شو الخرابيط هذه؟ من قال هالكلام؟ انا صاحب الشركة وانا مستمتع وايد بوجودك، مع اني للحين ما شفت شغلك. لا انا ما اقصدك انت، انا اللي اعرف اللي تعرفينه هذا ماضي ولا وانتهى. صدقيني لما يوسف يعطيك الامان ما حد يقدر يسحبه منك. مو غريب انك واقف معي وانت عارف ان اختك هي اللي ما تبيني؟ اي بس هذه شركة مو بقالة. هني ما في اختي واختك، ودعمي ودعمك، رفيجي. هني في شغل. في ناس تبي تبني نفسها، وفي ناس تبي تهد. وبعدين اذا اختي عندها حسابات معاك تبي تصفيها، هذا كله برا باب الشركة. هني بس شغل. والصراحة انا ما عندي نية اني امشيك، ولازم تعرفين شغلة. ما حد يقدر يمشيك من هالمكان الا انا. اما الحين اقول لك حياك الله واهلا وسهلا فيك بالشركة. وعلى طاري استقالتك هذه نقول لها باي. مع السلامة ونقطها بالزبالة.